السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمشي للتمرين 68 صفحة 69. عندنا شركتين للنقل. الشركة الأولى كتقترح 550 درهم زائد 6.3 درهم على كل كيلومتر واحد، والشركة الثانية كتقترح 600 درهم عند الانطلاقة زائد 6.1 درهم لكل كيلومتر واحد. إذن لنحدد المسافة التي من أجلها تكون تسعيرة الشركة الثانية أفضل من تسعيرة الشركة الأولى. إذا هنا غنختار المجهول المناسب اللي هو المسافة، بحيث تكون الشركة الثانية أفضل من الشركة الأولى. إذا أولا إكس المسافة لاختيار المجهول المناسب، المسافة المقطوعة بحيث تكون تسعيرة الشركة اثنان أفضل من تسعيرة الشركة واحد. هنا نصيغوا المتراجحة. علاش المتراجحة؟ لأن هنا قال لك أفضل، بمعنى تكون القيمة أكبر، ما غاديش تكون عندنا متساوية. إذن هنايا الشركة الأولى الثانية أفضل من الأولى، بمعنى أن الشركة الأولى غتكلف أكبر، غتكلف واحد المقدار اللي هو أكبر. الشركة الأولى كتقول لك 550 درهم زائد 6.3 في كل كيلومتر مقطوع، يعني عبروا عن الكيلومتر المقطوع بإكس، يعني غتكون أكبر في هذه الحالة. هذه الشركة الثانية كتقطع كتحسب 600 درهم زائد 6.1 في إكس. الآن هذه هي المتراجحة. غنمشيو نحلو المتراجحة. يرجع المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف، 550 زائد 6.3 إكس أكبر من 600 زائد 6.1 إكس. لدينا إذن 6.3 إكس، نجيب مع هاد 6.1 إكس أكبر قطعا من 600 ناقص العدد هذا 550. بالتالي هنا غتعطينا 0.2 إكس، وهنا غتعطينا 50. أي إذن هنا باش نحيدو هاد 0.2 نضربو الطرفين في 0.2 في 1 على 0.2، وهنا 1 على 0.2. إذن هنا ضربنا في عدد موجب الرمز، ما غاديش يتقلب. غتمشي الاختزال، غادي تبقى لنا إكس أكبر. هذا العدد هذا كيعطينا 250. الآن رابعا التأكد أو التحقق من الحل. إذا غنمشيو للشركة الأولى، ناخذو مثلا إذا كانت المسافة، إذا هنا باش تكون الشركة الثانية أفضل من الشركة الأولى خص تكون غادي تقطع واحد المسافة اللي هي أكبر من 250. إذا كانت المسافة كتساوي الآن 251، إذا كان إكس يساوي 251 كبر، إذا تكلفة الشركة الأولى شوفوا الشركة واحد شحال كتكلفنا. كتكلفنا 550 درهم زائد 6.3 في عدد الكيلومترات اللي هو 251، شحال كيساوي؟ كيساوي 2131.3 دراهم. تكلفة الشركة الثانية شوفوا شحال غتكلفنا. تكلفنا 600 درهم زائد 6.1 في المسافة المقطوعة 51، كتساوي تعطينا 2131.1 درهم. نمشيو الآن إذا كانت المسافة 250، إذا كانت المسافة نجربو إكس كيساوي 250، يعني قل من هاد المسافة هذه، أو يعني قل من المسافة التي يجب قطعها من أجل أن تكون تكلفة الشركة الثانية أفضل من الأولى. نعوضو 550 زائد 6.3 250. إذن هذه الشركة واحد، الشركة واحد شوفوا شحال غتعطينا،
غادي تعطينا 2100 درهم، 2125 درهم. الشركة الثانية غنديرو 600 زائد 6.1 في 250 تساوي، هادي غادي تعطينا 2125 درهم. إذا كما كتلاحظوا هنا نفس الثمن عندما تكون المسافة 250 متر، وعندما تكون عفوا كيلومتر، وعندما تكون المسافة 250 كيلومتر تكون الشركة الثانية أفضل. إذا هنا كما كتلاحظوا 2131.1 وهذه 2131.3، يعني هذه زايدة 0.02 درهم. شكرا على المتابعة، وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين والدعم ديالكم للقناة.